يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه؟ شفع له في تخفيف العذاب عنه، فكان في ضحضاح من نار، وفي رواية كان في أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أخف العذاب والعياذ بالله، جمرتان يغلي منهما دماغه. نعم، فكيف بمن هو منغمس في النار من رأسه إلى قدميه والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشرع الذهاب، ما يقول ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. نعم.